السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا التعرف على كيفية التعامل مع هذه الواجهة، وهنشوف ايه اللي ممكن نعمله فيها. احنا قلنا ان كل واحد من دول عبارة عن موديول بالشكل ده، في واحد اختفى هنا يعني هنعرف ازاي هنرجعه. كل موديول من دول لما بقف عندي عنوان، لما بنقف بالماوس عند عنوان هذا الموديول بلاقي شكل الفأرة اللي الماوس اتغير، شكل المؤشر اتغير، بالضغط عليه اقدر اغير مكانه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. يبقى بقدر اتحرك مع الموديولز يمين او يسار، بقدر اتحرك معه. اقدر اعمل حاجة تانية؟ اقدر او جاي قافل واحد منهم. بس هيسألني هو انا كده بحذفه؟ الحقيقة لا، هو ما بيتحذفش، ولكن بيختفي من الواجهة اللي موجودة قدامي، فبقول له اوكي فبيختفي قدامي. حلقة تبادل المعلومات هبتدي اخفيها بالشكل ده، فاصبح عندي دول الموجودين. لو انا عايز اظهر اللي اختفى من عندي تاني او اضيف وحده جديده، بجيب الكلام ده منين؟ من هنا اضافه وحده نمطيه اللي هي الموديول واحد زي دول، بضغط ضغطه على اضافه وحده نمطيه، وهنشوف الصفحه اللي هتطلع معايا ازاي هتعامل معاها عشان ارجع الاجزاء اللي اختفت او اضيف اجزاء مره تانيه. اهو ادي الصفحة اللي موجودة عندي، وهنتعرف مع بعض اضافة وحدة نمطية. طبعا نصيحة هنا صغيرة، ان دايما نحاول نقرأ الكلام اللي موجود تحت العنوان اضافة وحدة نمطية، لانه بيكون جايب لي الحقيقة شرح. تعتبر الوحدات النمطية عبارة عن عناصر تتضمن محتوى او ارتباطات الى اخره، فبالتالي السطرين او الثلاثة دول بيسهل الامور وبيوضح لي وبيفهمني كأنها هلبة او مساعدة موجودة بصورة سريعة. طيب هنلاقي هنا صفحة واحد من اتنين، معناها ان دي كلها صفحة لغاية لما هنوصل لاخرها، وهنلاقي في صفحة تانية الطقس اشارات مرجعية. لو انا في اماكن معينة في المقرر عايز الطلبة يروحوا عليها على طول او يذهبوا لها على طول بسهل عليهم، فبحط اشارة مرجعية. دي هنا الاخبار، دي الادوات. طيب ملاحظين حاجة؟ ملاحظين ان في بعض الادوات من بعض منهم الاختيارات عندي مفيش كلمة اضافة، لانهم موجودين برا اوريدي، يعني هم موجودين برا، فكلمة اضافة دي معناها دول مش موجودين من ضمن الموجودين. لو عايز احط آلة حاسبة، عايز احط خدمات، عايز احط دورات تدريبية، لو عايز اضيف قاموس نجرب نضيف قاموس اضافت، وهنشوف دلوقتي هيبقى شكلها عامل ازاي بره. لو في ملاحظات احطها اضافت، لو في مهام اللي انا كنت حذفتها ضفناها. دي هنا مواد اكاديمية او بطاقة تقرير الى اخره، يعني دي تنبيهات اهو. يبقى انا ضفت هنا بعض العناصر الى اخره. لو عايز اشوف الصفحة التانية ربما يكون في حاجة أنا عايز أحطها، حلقات تبادل المعلومات اللي احنا كنا حذفناها أهو، لو أنا عايز أضيفها مرة تانية. دليل المقررات الدراسية، هنشوف بقية الصفحة هيكون فيها إيه نتصفح فيها. روابط سريعة، عناصر مطلوب الانتباه اليها ودي مهمة ضفناها، قاموس مرادفات وده ممكن يتحط، يعني في قاموس موحد لكل المقررات او لكل مقرر قاموسه الخاص، لوح الكتابة الخاص الى اخره، مال جديد اذا كان في حاجات جديدة، يعني اذا كان في مستجدات لدورات تدريبية او مقرر جديد او اضافة مقرر او ما شابه، معلومات عن الكلية لو احنا عايزين نحطها، مهام الشخصية، وطبعا دي بتظهر لي انا ما بتظهرش للطلاب الى اخر هذه الامور. خلصت بأضغط في الاسفل هنا في كلمة موافق، ادوس اضغط موافق، وهنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. انتقلنا للصفحة مرة تانية وظهر عندي المحتوى اللي كان مخفي بالاضافة لاشياء اخرى كثيرة بالشكل ده اهو اهو. لما بيكون عندي الحاجة كتير بالشكل ده ممكن اصغرها اهو بالطريقة دي، اقدر اصغرها عشان اقدر اشوف اهو. طيب واحنا اتفقنا ممكن نغير، ممكن اغير دي هنا بدل ما هي لوحدها هنا احطها هنا. وطبعا التنبيهات اهم، ممكن هنا عايز اغير حاجة،
بالشكل ده احطها هنا، يبقى اقدر اغير او ابدل في شكل الحاجة. يبقى كده اتعرفنا على البيئة اللي موجودة معانا، ازاي بضيف وحدة نمطية وازاي بخفيها. طيب في حاجات الحقيقة لما نبص هنا كده اهو هنلاقي في اختلافات، يعني هنا الرموز اللي هنا اهي مختلفة، لان كل واحد منهم بيأدي دور معين. نيجي في المقارات الدراسية مش هلاقي علامة الفي اللي هي بقدر اخفي فيها المقارات الدراسية، لانها شيء بديهي ان لازم تكون موجودة. فالوحدات او الموديولز اللي لابد انها تكون موجودة هلاقي ان انا ما ينفعش اخفيها، ما تبقى مش هتبقى موجودة، مش هقدر اخفيها من هنا لانها لازم تكون موجودة، وإلا الصفحة هتبقى فاضية بيضة يعني. لكن في حاجات تانية ممكن اتعامل معاها بالشكل ده، في حاجات اقدر اقفلها بحيث ان اتجاوز عنها ما تبقاش موجودة واقدر اظهرها بعد كده، زي القاموس مثلا انا مش محتاجه لان هعمل قاموس في الداخل لكل مقرر اهو بقفله بالشكل ده. والحقيقة احنا اتفقنا ان هو ما بقاش حذف ولكن اخفاء من هذه الصفحة. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي بنغير. طيب في عملية الالوان والتنسيق، لان مش معقول كل واحد فينا هيتعامل مع الشكل ده في الخمس مقررات. اولا عشان الطلبة ما تملش لو بياخد اكتر من مقرر مع حضرتك فما يلاقيش نفس الصفحة، حتى يميز الالوان، يبقى اللون الفلاني خاص بمقرر، اللون والتنسيق خاص بمقرر اخر كنوع من التنسيق. دلوقتي هنشوف مع بعض وهنتعرف ازاي نغير هذا النمط بالنسبة لكل مقرر على حدة. نشوف المقرر الاول، بمجرد الضغط عليه بننتقل للصفحة اللي خاصة بهذا المقرر زي ما هنشوف مع بعض. الصفحة اتغيرت، بس الحقيقة في حاجات ظهرت جديدة. التنسيق والالوان هي هي، لان نفس التنسيق احنا ما غيرناش في حاجة، ولكن الجزء اللي عندي هنا البار ده او الـ هذا الشريط لقينا هيظهر فيه ثلاث حاجات جداد. الرمز اللي عندي ده لما هقف عنده بيقول لي الدخول لمعاينة الطالب. الرمز ده معناه ايه؟ معناه ان اي تعديل بعمله في المقرر بتاعي من حيث الشكل او المحتوى او حطيت واجبات او حطيت تعليمات او ما شابه، لازم قبل ما اخرج من المهمة او اعتبر انها انتهت لابد ان اضغط على هذا الزرار او هذا الايقونة عشان اتأكد الطالب او الطالبة هيشوف الصفحة دي ازاي لما يدخل عليها كطالب. لان هنرجع نقول مرة تانية ان الدخول الى موقع البلاك بورد بيتم بطريقتين، الطالب او المحاضر. المحاضر بيخش بيلاقي فيه الصفحة او بيشوف الصفحة بشكل مختلف، لان هو اللي بيضيف المحتوى، هو اللي بيصحح الاختبارات، هو اللي بيحط الاختبارات، هو اللي بيتحكم في كل شيء، فلازم في تولز وامكانيات وادوات بيستخدمها المحاضر. اما الطالب بيتعامل معها بطريقة مختلفة شوية، وعشان كده مصاحب لهذا هذه الايقونة او هذا الشكل او هذا الزر وضع التحرير. ايه وضع التحرير؟ الوضع التحرير اللي هو الوضع اللي بيسمح لي بالاضافة والحذف في اي جزء من اجزاء المقرر. طيب وعشان كده بلاقي كل ده فعال بالنسبة لي، وده الحقيقة كأنه مرادف للجزء ده. طيب ولكن مش قوي، او هنعرف ليه دلوقتي. طيب وايه الرمز ده؟ انا ما وقفت عنده تغيير شكل الدورة التدريبية. هو طبعا كلمة دورة تدريبية هنا اللي هي تقصد بيه نقصد بيها المقرر، لان البلاك بورد احنا اتفقنا من الاول خالص وده في الـ في الـ في, الـ في الشرح بتاع المقدمة، ان البلاك بورد هو موقع على الانترنت بيسمح باستضافة مقررات او دورات تدريبية سواء لمعاهد او الجامعات او دورة تدريبية خاصة اي حاجة تانية، مش شرط يكون مقرر دراسي يعني. وبالتالي هنا مسميها تغيير الدورة التدريبية. الصفحة اللي احنا واقفين دي يا جماعة هي صفحة خاصة بالدورة التدريبية او بالمقرر اللي هو مين؟ اهو احياء عامة مثلا، او اذا كان مثلا فيزياء كيمياء ايا كان، رمز المقرر بيظهر عندي هنا بالشكل ده. وطبعا هنعرف بعد كده ان احنا ممكن نعدل الاسم الى اخره يعني. طيب يبقى هنا عندي دول ظهروا وما كانوش موجودين في الصفحة اللي موجودة عندي. الحاجة التانية اللي ظهرت ان هنا موجود عندي تحت عنوان المقرر اصبح فيه اشياء رئيسية هامة للغاية، وهي الصفحة الرئيسية لمين؟ للمقرر. المعلومات الخاصة بالمقرر، المحتوى الخاص بالمقرر، المناقشات الخاصة بطلبة المقرر ده،
المجموعات اللي انا مقسمها للدفعه دي. يبقى الدفعه دي لو في 100 طالب 50 طالب ايا كان مقسمهم المجموعات، هنا يقصد بها المجموعات دي. الادوات او التولز الخاصه بهذا المقرر اللي اقدر اتعامل مع هذا المقرر، ودي التعليمات. طيب هنا بلاقي عندي في اشياء جديده ظهرت، ابتدت تظهر عندي، هنشوف مع بعض فوائدها ايه دلوقتي، ومن نبدا بعمليه تغيير شكل ولون المقرر الدراسي عشان يكون مميز، ولما اجي اتعامل معاه ممكن الطالب يعرفه بلونه حتى يبقى فيه شكل جذاب. هنروح لكلمه تخصيص اللي موجوده عندي هنا اهي اهو، لما اضغط عليها هنشوف مع بعض هتنقلني لصفحه شكلها ايه. دي الصفحه الجديده اللي احنا اتنقلنا فيها، فلقيت اتاحه ادوات، خصائص، دليل الاعداد السريع، نمط التدريس، وصول الضيف والمشرف، الى اخر هذه الامور. طيب نشوف النمط بتاع التدريس. لما اضغط هنا كده نشوف الصفحه الجديده اللي هتظهر عندي، نمط التدريس، هنعرف ايه المقصود بيه وازاي نستفاد بهذه المعلومه. الحقيقة الصفحة دي مهمة للغاية وخطيرة في نفس الوقت. ليه؟ هنعرف حالا دلوقتي. أولا أول كلمة زي ما اتفقنا، كلمة نمط تدريس، أعطيني هنا سطرين توضيح لهذا النمط، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، دايما بنلاقي في نهاية السطرين في كلمة تعليمات إضافية. الحقيقة دي بقى غاية في الأهمية. ليه؟ لأن بصرف النظر عن الدورة التدريبية وورش العمل والفيديوهات اللي احنا بنشوفها، أحيانا الواحد بينسى. طيب عايز يفتكر، هل محتاج إن هو يطلع بره؟ لا، مجرد الضغط على هذه الكلمة بتظهر شاشة جديدة كأنها مساعدة، كأنها دورة تدريبية قصيرة، كأنها جزء صغير بيشرح لي أنا ممكن أتعامل مع الصفحة اللي أنا واقف عندها دي إزاي. فبيقول لي تتحكم إعدادات النمط في شكل الدورة التدريبية بما في ذلك شكل كذا وكذا وكذا، وتحديد البنية الرئيسية، وتحديد، وبيديني كل نقطة من النقاط اللي موجودة عندي هنا إزاي أتعامل معاها. فده بيسهل لي الحقيقة كتير كتير كتير، كأن في حد بيشرح لي إزاي أقدر أتعامل مع الصفحة دي. وأنا بقول لحضراتكم إن دي ميزة وغاية في الأهمية. طيب هنلاحظ حاجة تانية، إن في عندي هنا في زرارين إلغاء الأمر وإرسال موجودين في بداية الصفحة وفي نهاية الصفحة تحت، لأن أي تعديل هنعمله على هذه الصفحة لابد لتطبيقه عشان يتطبق ويحصل لازم أضغط إرسال. لو أنا غيرت رأيي بضغط إلغاء الأمر كأن ما فيش حاجة أنا عملتها وبرجع للصفحة السابقة كما هي. الجزء الأولاني اللي هو تحديد بنية الدورة التدريبية، أنا بأنصح حضراتكم أن لا ينظر إليه ولا يتم التعامل معاه في الوقت الحالي، يعني هو غاية في الأهمية. ليه؟ عشان برضو نبقى عارفين ليه، لأن التعديل في الجزء ده مفهوش رجعة، يعني لو اخترت نمط معين مش هينفع أرجع له، لازم هيبقى فيه صعوبة شوية أن أرجع في كلامي في الجزء ده. طيب لكن عشان نبقى عندنا فكرة ايه هي عبارة عن ايه الحقيقة المقرر الدراسي او الدورة التدريبية، هنتكلم على المقرر الدراسي عشان نركز شوية. طريقة تدريسه بتفرق من عضو هيئة التدريس او من مؤسسة الى اخرى او من محاضر الى اخر. بمعنى ممكن واحد جاي بيتكلم على مثلا، هنفترض بنتكلم على، هنختار علم الاحياء، فممكن حد يدرس عن طريق الاسابيع. يعني ايه؟ يقسم المحاضرات بتاعته اللي هيرفعها، هيعمل 16 في 16 اسبوع في الترم او في الفصل الدراسي، هيحط اللي يقسم المقرر بتاعه على 16 فولدر، كل فولدر عباره عن محاضره. طيب في واحد هيقسم مقرره بالشكل ده، في واحد تاني هيقسم المقرر بتاعه تبعا للمواضيع اللي بيدرسها، وغالبا ممكن ده معظمنا بيعمل كده. يعني في اربع مثلا بيدرس مثلا الاسبوع الاول والثاني مقدمة عن علم مثلا العلم الفلاني اللي هو بيدرسه، الاحياء او الرياضيات او الفيزياء او الى اخره. الاسبوع الثالث والرابع والخامس هيدرس مثلا فنفط مقدمة عن يدرس الصفات العامة للكائنات الحية وازاي بتتقسم او ما شابه. مثلا يجي الاسبوع السادس والسابع والثامن هياخد موضوع اخر، فبالحالة دي هيكون عنده فولدرات او تقسيمه مختلفه، لان هو هيقسم تبع الموضوع،
وبالتالي هيكون المواضيع دي مش شرط تكون على قد عدد الاسابيع، لان ممكن الموضوع يخلص في اسبوع واحد او هيخلص على 3 اسابيع. واحد تاني يقسمها بطريقه تانيه زي ما احنا شايفين هنا كده اهو اهو، تعليم جماعي، مناقشه موجهه، التعليم التقليدي اهو، بيقول لي حسب الدرس حسب الفصل. فلنفرض انا بدرس في المرجع متقسم لفصول، فانا واخد 16 فصل باعتبار او 11 فصل او 10 فصول او 7 فصول هدرسهم في 16 اسبوع، فبالتالي الفصل الدراسي ده ممكن يدرس في اسبوعين او 3 حسب، يبقى حسب المرجع. طيب حسب الماده، فلنفرض ان في حد بيدرس كيمياء وبيدرس كذا فرع من فروع الكيمياء، او بيدرس احياء فبيدرس فيها بكتيريا بيدرس فيها جزء علم حيوان وهكذا، او بيدرس بكتيريا بيدرس كائنات راقيه الى اخره، طحالب فطريات، يبقى حسب الحاجة. حسب المحاضره بيقسمها محاضرات، هم 16 محاضره او 17 او 15 ايا كان عدد المحاضرات في الفصل الدراسي، فبيقسم المقرر حسب المحاضرات او الموضوع زي ما اتكلمنا او الوحده، فممكن يكون المقرر كله عباره عن مثلا وحده واحده خلاص، يبقى مش هينفع هنا اختار الوحده، ولكن ممكن يكون 4 وحدات، الوحدة الأولى عبارة عن 3 أسابيع، الوحدة الثانية عبارة عن 2 أسبوع، الوحدة الثالثة باقي الأسابيع. يبقى إذن الاختيار هنا بيختلف تماما، هل تعليم تجريبي، تعليم بنائي، جلسة مؤتمر، زي ما احنا شايفين. يبقى كل واحدة من دول هتقسم لي المقرر بطريقة مختلفة. طيب طب وإيه يعني؟ واحد يقول لي إيه يعني؟ لا مش إيه يعني، لأن احنا لما نيجي نقسم المقرر هبتدي بعد كده ارفع محاضراتي اللي هي المذكره او المحاضرات او الفيديوهات او ما شابه، هرفعها بانهي طريقه؟ لازم الطريقه تكون اللي هرفع بيها تكون ملائمه لهذا المحتوى. وعشان كده اذا كنا احنا عايزين نستخدم هذا الجزء وهذا الشريط، انا انصح بشيء مهم جدا وهو ده الافضل، ان لازم ارجع للمقرر بتاعي اشوف احنا السنه دي مثلا على سبيل المثال ممكن عملنا جدول اسمه جدول المحتوى المقرر، في بعضنا قسمه ل 16 اسبوع او 15 اسبوع كل اسبوع بعنوان، في حد تاني وانا من ضمن الناس دول مثلا افضل لما تيجي تتقسم، لان ده حقيقه كلنا كده بنيجي في نقرر المقررات نلاقي ان في عنوان معين مش هدرسه في محاضره واحده على محاضرتين، يبقى بالتالي هيبقى الجدول بتاعي متقسم لست حاجات بس او 7 الى اخر هذه الامور. يبقى لابد من تقسيم او نشوف احنا هندرس ازاي. هل لما باجي بدرس واخش المحاضره ولازم ده يبقى مطابق فعليا، لان هرفع المحتوى بتاعي على هذا الاساس. يبقى اشوف قال هنا بدي محاضره بمحاضرتها، يبقى هنقسم هنختار الكورس بتاعي هيتقسم طبقا للمحاضره، وهنشوف مثال حالا دلوقتي ليه ربما في الصفحه الثانيه اهو هنا بالشكل ده. التقسيم هيختلف هنا، التقسيم هنا هيختلف، فهنشوف هنتكلم عنه بس مش دلوقتي. طيب عشان كده قلت نخليها دلوقتي، نشوف بعد كده نشوف تحديد نقطة الدخول إلى الدورة التدريبية. يعني إيه؟ يعني الطالب لما هيجي يضغط على اسم المقرر، هو قدامه طالع 3 4 مقررات، لما يضغط على اسم المقرر بتاع حضرتك اللي ويخش على الصفحة، أنهي صفحة اللي يدخل عليها الأول؟ هل صفحة السيلبس اللي فيها المحتوى؟ قال الصفحة الرئيسية، حضرتك عامل صفحة رئيسية فيها تعريف بالمقرر وصورة مثلا بتعبر عن هذا المقرر والتقسيم بتاعه؟ هل بيروح على طول للواجبات؟ هل بيروح لتقسيم المقرر؟ يبقى إذا حضرتك طب الاختيارات اللي عندي إيه؟ الصفحة الرئيسية للمقرر، أو يخش على محتوى المقرر على طول، أو يخش على المناقشات أو المجموعات أو الأدوات. طبعا إحنا هنا نفضل الصفحة الرئيسية. نيجي بعد كده تحديد سمة الدورة التدريبية اللي هي شكلها، الألوان اللي موجودة عندي، في ألوان تانية دول الشكلين الديفولت اللي هو اللون ده اللي هو الأنجل، اللون الأزرق في رمادي فاتح، أو اللون الافتراضي ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اللي هي الخلفية السوداء، عشان كده الاسم بتاع البلاك بورد، بنلاقي فيه أشكال وألوان تانية أقدر أتعامل معاها وأقدر أختار ما بينها، كل واحد بيلائم ذوقه واختياره. اهو، وطبعا مش حكايه ذوق اختيار بس، ده كمان الحقيقه لازم ينقي الوان تبقى فيها كونتراست او تباين عالي، عشان الناس اللي عندها في مشكله في النظر او ما شابه يقدر ان هو يتعامل او يشوف الالوان والكتابه بوضوح، يعني مش مجرد الوان للزواق او الالوان، لا الحقيقه لازم يكون الوان مناسبه عشان تقدر الطالب او الطالبه تشوف الخلفيه والكتابه اللي موجوده عليها بوضوح. دي كلهم اهو موجودين، يمكن حاجه و30 يمكن او حاجه و70 اهم
فبالتالي وهنلاحظ ان في رسومات موجوده في الخلفيه بتلائم الموضوع بتاع المقرر، فاحنا بننقي الشيء المناسب لينا وبنتعامل معاه. وهنجرب مع بعض، هنشوف مثلا ناخد شكل من الاشكال وليكن كان في اللون الاخضر عشان نحس بفرق ونقدر نطبق عليه. اهو انا ضغطت عليه بالشكل ده. طيب بنيجي هنا، دي المعاينه بتاعت المقرر اقدر اشوف، ودي عناصر القائمه مثلا العنصر بتاع القائمه هيظهر لي ازاي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي اللي انا اخترته ده اسم المقرر هنا، ودي القائمه اللي تحت منه اللي هي الصفحه الرئيسيه و و و الى اخره، عايزها تبني ازاي؟ طيب هل انا عايز النمط بتاعي النص بس، عايز الازرار او بالشكل ده النص جايب لي الكلام ده، انا عايزه بانهي لون؟ هو طبعا هنا باين باللون الاخضر، فانا ممكن اغير لون الكلام ده. اهو الكلام اللي هيظهر في القائمه انا مش عايزه اخضر مثلا، او اخضر بس بدرجه تانيه مثلا اهو، واقول تطبيق، هنلاقي اللون بقى غامق شويه. طب نلاقي لون مختلف عشان نحس بفرق، هنلاقي اللون البرتقاني ده اهو، وهقول تطبيق، فالمقرر بتاعي هيظهر بهذا الشكل. وهنلاحظ احنا بس مختارين اللون ده، فالكلام ده اللي موجود في القائمه هيبقى باللون ده. طيب الازرار دي انا عايز يبقى في خلفيه ليها، هنا مفيش خلفيه شفافة. طب انا ممكن اخلي لها خلفية، ايوه ممكن اخلي لها خلفية مثلا بالشكل ده، وهنشوف دلوقتي تطبيق اهو هيبقى كده. طبعا ده كله بيرجع لنا احنا، ممكن الغي الخلفية، ممكن اخليها بلا لون شفافة واقول تطبيق، فبترجع بالمنظر ده. نختار لون تاني يكون غامق شوية اهو، واقول تطبيق، يبقى ده اللون اللي هيبقى مقري عندي. طيب وطبعا الاختيار اللون ده لما حاجة اشوف بعد كده هل هو مقري ولا مش مقري واقدر اغيره. طيب طريقة العرض، لما اقف بالماوس على اي قائمة من القوائم هل يظهر لي الرمز بس ولا النص ولا الرمز والنص؟ وطبعا بنكتفي او بنفضل ان يكون الرمز والنص، يعني الرمز بتاع الحاجة دي والكلام كمان. طب وبقول له طبق الكلام ده على كل المحتوى اللي موجود في الصفحة عندي. طيب بداية الصفحة اللي احنا اخترناها زي ما هنشوف هنا كده، اللي احنا اخترناها فين اهي، كانت اللون الاخضر. اي صفحة بقف عندها هنا اهي بيبقى فيه لوجو موجود فوق، هل محتاج احط فيه شعار للصفحه بتاعتي ولا لا؟ فممكن الشعار الحالي مفيش، فممكن اقول استعرض جهاز الكمبيوتر، الصوره بقت موجوده دلوقتي. لو هاضغط واقول ارسال، يعني تطبيق اللي انا اخترته الاختيارات دي، هنشوف مع بعض المقرر الصفحه بتاعته يا ترى هيبقى شكلها ايه؟ هنشوف مع بعض اهو. فده تم تطبيق السمة الجديدة بقى، ده اللون الأخضر اللي موجود، والأزرار ما زالت زي ما هي، مفيش حاجة اتغيرت، اللون الأخضر موجود عندي بالشكل ده أهو. طيب في يجي هنا سؤال، حد واخد باله من حاجة؟ أمال فين البانر الصورة اللي احنا قلنا عليها؟ دي ما بتظهرش غير لما أروح للصفحة مين؟ الصفحة الرئيسية. نضغط على الصفحة الرئيسية الخاصة بي المقرر اللي انا عدلت في شكل الصفحة بتاعته، وهنشوف مع بعض هتظهر بشكل شكله عامل ازاي. هنشوف مع بعض، ادي الصفحة الرئيسية هتكون بالشكل ده. طبعا انا حطيت صورة بس مجرد انها تلائم المكان، لكن يفضل طبعا ان كل عضو هيئة تدريس يحط صورة هنا تعبر عن المقرر ده، اذا كان مقرر احياء مثلا، اذا كان مقرر فيزياء كيمياء، فبيحط صورة من الصور. الحقيقة الصورة لازم يكون ليها مواصفات معينة، وده هنتكلم عنه بعدين، عشان تلائم هذا المكان، يعني ليها طول وليها عرض معين، هنجيلها بعد كده وهنتكلم عنها. يبقى ادي البانر الموجود، ادي شكل الخلفية اللي اتغير والالوان اتغيرت، وادي هنا الالوان. طيب هو لازم الف اللفة دي كلها عشان اعمل الكلام ده؟ الحقيقة في وسيلة تانية سهلة، ان هو بيختار لي من هنا، برجع للون الافتراضي او برجع لاي شكل تاني من الاشكال اللي انا عايزها. يعني ممكن اختار مثلا اهو، ضغط هنا وهنشوف هل هيغير ويقبل التغيير ولا لا. ادي الصفحة اتغير التصميم بتاعها والخلفية اتغيرت، من هنا ارجع للون الافتراضي خالص اللي هو لون البلاك بورد الاساسي، وهنشوف مع بعض لما يرجع للشكل الاساسي والرئيسي. اهو رجع للشكل اللي احنا بدأنا منه في البداية خالص. اروح هنا اهو، اغير
في حوالي 27 شكل هنا في القائمة بيغير لي ما بينهم بالشكل ده، ده اللي هو التغيير السريع. فبيغير لي بعض الألوان اللي موجودة عندي في الصفحة، ادي اهي الخلفية بالشكل ده والألوان بتاعة المقر. يبقى أقدر أغير الألوان والسمات اللي أنا عايز أتكلم عنها إما من هنا، ودي طريقة سريعة، أو منين؟ حد فاكر؟ أيوة، منين؟ من تخصيص. ونستكمل مع بعض باقي هذه القائمة وإزاي نتعامل مع المقرر في الفيديو القادم إن شاء الله. وإلى أن نلقاكم في الفيديو القادم، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.